حسب الإحالة اللي اليوم حضر تفويض من المجلس بأنها هي 3 شهور، هذه 3 شهور تمدد، وأيضا تم فتح السنوات من ما قبل 2010، فبذلك هو يكون الأمر بالنهاية. أنا أعتقد أن خطوة سليمة من المجلس بأن يصر على مثل هذا الأمر، وأنا أحيي النواب أيضا اللي صوتوا حتى اللي اعترضوا على الطلب، ولكن لم يعترضوا على الفكرة، اعترضوا على الطلب مثل 3 شهور حددوها، بدل ما هي مدة انعقاد حددوها ب3 شهور، بدل ما هي 2010 خلوها مفتوحة. لذلك أنا أعتقد أن هناك إجماع على هذه القضية، وهذا الملف ملف وطني، ويجب أن يكون أيضا ملف شأن جميع المهتمين في هذا الأمر.